صورة الكلام. كلنا ولا شك عندي يطمع في الجنة، هل أحد منكم لا يريد الجنة؟ من الذي لا يريد الجنة؟ طيب من يريد الجنة؟ الله أكبر، يريد الجنة بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن. تمطر بعدي وكتب صوم مني وفر. لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب. ليس هناك حب وموالاة، ليس هناك جنة. ماذا أفعل حتى يكون هذا الحب؟ هناك منهيات، هناك أمور إذا فعلناها تأتي على تقتلنا، تجعل البغضاء. وهناك أمور إن فعلناها تأتي بالحب. هناك أمور لابد أن ننتهي عنها، والانتهاء عنها يأتي بالحب. هناك أمور لابد من فعلها، وفعلها يأتي بالحب. فإذا فعلنا بالعكس، تركنا ما أمرنا به وفعلنا ما نهينا عنه، فيكون قول ذاك قول الشاعر، قول الشاعر: تعلقتها عرضا وتعلقت غيري، وتعلق غيري غيرها الرجل. فمعنى الأبيات يعني فذهب هباء كله الحب. إن شاء الله تكون واضحة. بسم الله. Donc il disait, je suppose que tout le monde espère entrer au paradis. Il a posé donc la question à chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Sans aucun doute, chacun d'entre nous veut le paradis, recherche le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'avez pas la foi. Et vous n'aurez pas la foi complète, parfaite, tant que vous ne vous aimez pas. Donc on voit la relation très forte entre le paradis, qui a comme condition pour son entrée la foi, et la foi qui a comme condition l'amour en Allah, l'amitié pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et cette fraternité, l'islam a interdit certaines choses pour préserver cette fraternité entre ses membres. Et il a interdit certaines choses et il a ordonné, il en a ordonné d'autres. Il a cité aussi un poète où le résumé en fait c'est que avec le résultat en fait le résultat c'est que il n'y a plus d'amour et d'amitié. Ne faites pas une transaction
sans que celle de votre frère n'est pas terminée. Et aussi, ne demandez pas en mariage une femme tant que le précédent n'en a pas terminé. Et il y a aussi interdit qu'il y ait donc l'adversité entre eux et la haine entre les musulmans. Il a aussi, lorsqu'il appelait à aligner les rangées, il a dit, vous allez aligner vos rangées, ou alors Allah tabaraka wa ta'ala va éloigner vos cœurs. Donc, sans citer tous les interdits, eh bien ces interdits-là montrent que leur but, le fait de les délaisser, c'est évidemment pour un but unique, celui de rassembler les cœurs, les rapprocher les cœurs et propager la fraternité. Parce que sans fraternité, sans amitié, sans amour, eh bien, il n'y a pas de paradis comme nous a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إن فعلتموه تحاببتم
ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرف، ولا تكن علامة للساعة، فإن من علامات الساعة ألا يلقي المرء السلام إلا على من يعرف، فلا تكن أنت علامة من علامات الساعة. أعوذ بالله أن يصبح المرء علامة سيئة على الساعة. واسأل نفسك الآن: هل أنا كلما دخلت وخرجت سلمت؟ هل كلما رأيت رجلا في الشارع قلت له السلام عليكم؟ هل أفعل ذلك؟ دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس كهذا وجلس، ألقى السلام وجلس، ثم خرج ولم يلق السلام، ثم رجع وألقى السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، ليست الأولى بأحق من الثانية، كما أنك سلمت عند الدخول سلم عند الخروج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن يسلم بعضهم على بعض حتى لو فصل بينهم حجر أو شجر أو حائط أو شيء، يقول: معك نمر أنا وأنت، وبين هذا العمود، هذه الأسطوانة في المسجد، تلقي عليه السلام وأرد عليك السلام. وجعل إلقاء السلام 30 حسنة والرد عليه 40 حسنة. والله عز وجل يقول: وإذا أحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إلقاء السلام يلقي به الله عز وجل المحبة في قلب أخيك. من الناس من لا يسلم إلا على من يعرف. اثنان: لا يسلم إلا على من كان عنده لحية. فإذا كان الذي يمشي بدون لحية ولو يعرف أنه مسلم، لا يسلم عليه، مبتدئ ضال. من الناس من إذا شك هل هذا مسلم أو غير مسلم لا يسلم. هذا ليس من شأنك، إن رأيت على صدره الصليب فأيضا سلم، لكن لا تقل السلام عليكم بالألف واللام المعرفة، وهي تحية الإسلام. عشان يقول: لا تبادئوهم بالسلام، ولم يقل لا تبادئوهم بالتحية، فقد حي النبي صلى الله عليه وسلم الكفار. ومن لم يسمع منكم هذا من ذي قبل فليقرأ رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوقص وإلى كسرى وإلى قيصر وإلى المنذر بن سامة وإلى غيره: سلام عليك، سلام على من اتبع الهدى، سلام عليك. كيف يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام وقد نهانا عنه؟ نعم، ولم يقل السلام عليكم، ولكن قال سلام عليك. فلك أن تقول: صباح الخير، بونجور، صباح النور، صباح الورد، حياك، مرحبا بك، يا هلا. إنه يعيبك أيها المسلم أن تمر بإنسان ولا تحييه، فإن هذا يبعث البغضاء والنفور والشقاق في المجتمع ويلبي العداوات. يقول لك جار نصراني أو يهودي سنة سنتين لا تقول له مرحبا. أعوذ بالله من فعلك هذا، أنت منفر للدعوة، منفر للدين. صدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن منكم لمنفرين. أرجوكم راجعوا أنفسكم الآن، كم تسلم في اليوم؟ هذا كلام للنساء والرجال، مش بس وسلم على المرأة وسلم على الرجل وسلم على الكبير والصغير، واترك كل من يقولون. وقال ابن عباس: وحق المرأة الكبيرة في السن، اترك. فديننا من الله ومن رسول الله ومن فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع. كانوا يسلمون على الكبير والصغير والراكب والماشي والمرأة والطفل والعفريت، على الكل يسلم. ما تقول هذه صغيرة لا أسلم عليها وهذه كبيرة، وأنا أقعد أفحصهم، ما هي مرة مغطية وجهي، أقعد أجعل جهاز فحص، عمرها 50 سنة، 50 سنة إذا نسلم عليها، عمرها 30 لا نسلم عليها. كلام فاضي، والمرأة تسلم. المرأة الكل يسلم السلام عليكم وكل يمشي في حاله. راجعوا أنفسكم، هل نفعل هذا حتى تبقى المودة والمحبة في قلوبنا؟ بنسبة السلام حتى يكون لك سلام وهدى
تجعل السلام الأغنية بيانك وانت رايح وانت جاي. السلام عليكم. عليكم سلام. تمشي تلحنها كده مع نفسك مع إخوانك بس مع ذا وجهك. نعم.